خمسين. ثلاثين منتسبين. ثلاثين منتسبين واثنين مدنيين صغار. 98 والبنت 2000. الثلاثي واحد منهم قتلونه بالرصاص. حضيرة السادة بالفاروق منتسب. بالجيش بباب جديد يداوم كان. هذا فراس عنده 4 أولاد. غزوان ومسعود راحوا على انتصار. قالوا والله تقرب بالجيش على انتصار. مسكوا دربهم وراحوا بالانتصار ونحبسكوهم. أخذوهم. لكن من جاء داعش دمرنا والله يا ابني. بعد الأحوالنا قتلوا له. ما ظل على حالنا حال. يطلعون برواتب. يعملون بيتاي يعيشون بيا لأن أنا ما داعشت 100 سنة. أنا مصيري دمون. تعق علي مريضة. وش عني؟ أنا استني معاهم الله أعلم سد الأغمى معاهم. أنا غدت طمانة عليهم أعمل لما الجابين بس أكثر ما أريد.